السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا في باريس 1931 مع بابيلون اللي مشهور بسميه بابل. انسان الخدمه ديالو هي النصب والحثيه، غادي معروض لواحد الحفله شاخده ديال بصح. غيتلاقى بهذا الشيباني اللي خدام معاه وغادي يقول ليه باللي شدينا هاد خونا سميتو رونالد، كيبيع بينا للبوليس وبداو عليه بالمسمن. اتسالي الحفله وغيمشي بابي للدار جالس مع مراته شادين ستون حتى غادي يدخلوا عليه من البوليس. يقولوا ليه باللي انت اللي قتلتي رونالد البارح في الحفله. هو غادي يقول لهم انا ما درت والو وما غاديش يعقلوا عليه، غادي يحكموا عليه بالمؤبد. وغادي تجي عنده مراته يقول لها لصقوا لي هاد القتله وانا ما داير والو، وغادي نقلب كيفاش نهرب ونصفي الحساب معاه. غيدخل الحبس ويجي عنده جيلو يقول ليه هذاك اللي لهي سميتو دالكا خانز فلوس. بابي غيمشي عنده يقول ليه دبرت لك في بلاصه حدايا، عطيني انت الفلوس باش نهرب وانا نعطيك عليك في هذا الحبس. دالكا غيقول ليه باللي الحراس مكلفين بيا، وبابي غيمشي في حالاته. في الليل جا واحد العملاق وحل واحد الحباس كرشو وجبد منها الفلوس اللي كان مخبيها، ودالكا بقى كيشوف فيه والحارس خدم باي ديالو وجمعوا ضوا. دالكا تزرع ومشى عند بابي وقال ليه متفق معاك على العرض اللي قلتي لي، انا نعطيك فلوس وانت تعطي عليا. في الليل جا داك العملاق باغي يهجم على دالكا، ولكن بابي نوض معاه وتقرب للحبس. تجاو الحراس وداو بابي تعاقب. من بعد داوم الخدمه في واحد القنت وصاحبهم تجيلو يضرب رجليه بالموس باش يديه للسبيطار ويهرب ليهم، وقدر يديرها بهم وداو. جا المدير ديال الحبس وقال لهم اي واحد حصل باغي يهرب عنده عامين ديال الحبس الانفرادي، ولا حصل المره الثانيه 5 سنين في الانفرادي، ولا قتل شي واحد غادي نعدمو. غيتلاقاو واحد خونا قديم في الحبس، وبغاو منو يصيفطهم للسبيطار باش يهربوا. طلب منهم فلوس ودالكا جابها ليه. في الصباح يبغيو يمشيو للسبيطار وغادي يوقفهم واحد الشاف جديد، يقول لهم لا ما غاديش تمشيو ليه، غيمشيو يخدموا في واحد القنت. وغيتلاقاو بسالير حتى هو باغي يهرب من الحبس. شويه غيلقاو واحد مول الكرويله هاز الدريات وحلات به، وغيعيطوا لبابي ودالكا يدفعوا به. بابي غادي يقول لمول الكرويله الا هربتيني غادي نعطيك الفلوس اللي طلبتي. قال لي مول الكرويله عندي واحد الفلوكه جنب الواد، انا مازال هنا 3 ايام حاول تجي. موراها بابي غيكون كيدوش هو ودالكا، هيجمعوا عليه واحد ثلاثه بغا يدوروا. وغادي يتفاتن معاهم غا بوحدو ودالكا كيتفرج فيه، وغادي يشبعوا فيه عصا وبزز باش غادي يتفك منهم. وبابي غادي يكعاه على دالكا. وفي الليل قال لي اسمح لي وانا باغي نهرب معاك، ما تخلينيش في هذا الحبس حيت كلشي باغي يقتلني. نغد ليه جا المدير ديال الحبس وقال لهم شدينا واحد قتل جوج حراس وبغى يهرب من السبيطار وجابوه باش يعدموه، وكان هو جيلو. قطعوا ليه راسو واختاروا بابي ودالكا يمشيو يدفنوه. دالكا شاف الدم وتبانيكا وضربوا الحارس، وبابي محمش داك الديكور وهز حجره وضرب الحارس حتى غيب وهرب من واحد الواد. مشى عند خونا مول الكرويله وقال ليه غير هربني نوصلو نعطيك فلوسك كامله حيت ما عندي حتى ريال دابا. وبدا كيضحك عليه خونا وطلع غدار دار مع الحراس وجاو داو. جا عند المدير ديال الحبس وقال ليه عندك الزهر ما ماتش داك الحارس اللي ضربتي البارح، عندك عامين ديال الحبس انفراد وداوه ليه. وفي الماكله غادي يجيبوا ليه الصوبه كامله مع نهار الثاني جابوا ليه صوبه ومعها جوز الهند. ملي حلها لقى ميساج من دالكا وبلي ديما غيولي يصيفطوا ليه جوز الهند في الماكله. بقات هكذا حتى لواحد النهار الشاف بان ليه بلي الحارس كيدير لبابي جوز الهند، وهذا الشيء مخالف للقوانين وبداو كيضربوا فيه حتى مات. غيجي المدير ديال الحبس غيقول ليه كيفاش البلان حتى الحارس كيعطيك جوز الهند. بابي بقى ساكت ما قال ليه والو، ولاو كيعطيو غير النص ديال ديك الصوبه. دازت الايام وغيعاود يرجع عنده وغادي يسولو، وبابي عاوتاني ما هضرش معاه وغيظلم عليه البيت كامل. ومن كثرت الظلمه وبابي بقى بوحدو ولا كيتخيل بنادم كيدور حداه، وكل شيء ولا كيقول بابي ولا حمق. دالكا ولا خدام مع المدير ديال الحبس. غادي يجي عند بابي للسبيطار يقول لي اسمح لي انا السبب في هادشي اللي طرا لي. بابا يقول ليه مالك طيقتيني باللي حماقيت، انا داير هكذا بالعاني باش نهرب ليهم. وقال ليه دالكا باللي الرئيس غدا بالليل غيتفرج في هاد الفيلم وهذه هي الفرصه ديالنا. وبدا كيغوت عليه بابي، وجاو الناس اللي خدامين تماك وعطاو لبابي واحد الدواء، ولكن بابي ما كلاش وخباه. في الليل يمشي بابي عند واحد الحباس ما في السبيطار سميتو ماتشو، يقول ليه غدا بالليل باغيك تلاهي لينا الحارس ومن بعد هرب معنا. غد ليه غيجي سالير من بعد ما ضرب يديه وغادي يتجمعوا كاملين في السبيطار باش يهرب. وصل الليل الفيلم خدم ومشى ماتشو الى الحارس، ودالكا شرب الحراس اللي في الباب تاع السبيطار داك الفانيد اللي كان بابي كيخبي باش كلشي ينعس. وبابي غيقول بلي ما خصنا نقتلو حتى شي واحد باش حتى لحصلنا ما نتهدموش. جا وقت الهروب بقاو كيتسناو في دالكا وتعطل عليهم. سالير وماتشو بغا يمشيو في حالاتهم، ولكن بابي ما خلاهمش وقال لهم غادي نتسناو. جا دالكا وجاب مع السالوت ديال واحد البيت كيطلع للسطاح، وقدروا يضربوا الحراس اللي في الباب وطلعوا للسطاح ونقزوا كاملين. ودالكا ملي غادي ينقز غيتهرس من رجليه. في الخرجه ديالو ما يتلاقى مع واحد العصابه يقولوا لهم عطونا الفلوس ولا غادي نرجعوكم من جديد. دالكا جبد الفلوس اللي بقات عنده وخلوهم يمشوا. ركبوا في واحد الفلوكه وكانت كامله مشقوقه ودخلات لهم الماء وبدات تغرق بهم. سالير طمع وقال لهم خاصنا نقصوا دالكا حيت مهرس وغازيد علينا. بابي غينوض معاه ودالكا غيجبد جنوي وغادي يبدا يغرس فيه. وحصلاتهم واحد العاصفه خايبه وبقاو مفاتنين معاها حتى لقى بابي راسو في واحد الجزيره، وجات عنده واحد الراهبه وقالت ليه باللي باين جيتو من الحبس. بابي غادي يتزرى وقال دالكا خاصنا نهربوا من هنا حيت عايقين بينا ويقدروا يجيبوا لنا البوليس في اي
هذه اللحظه، وذلك ما بغاش يمشي معاه. مشات عند ماتشو وقال لي حتى هو ما بغاش يهرب معاه. بابي بغى يهرب، حد لقيت تبان ليه الطوموبيل ديال البوليس جايه، ومشى كيجري فايق صحابو ومع بغاو يهربوا. ماتشو تيراو فيه قتلوه، وبابي ودالكا شدوهم. بابي غيديو للحبس الانفرادي 5 سنين، ودالكا داو لجزيره الشيطان اللي كيجيبوا فيها غير اللي طولوا في الانفرادي وحماق. وغيدوز بابي 5 سنين في الحبس، وغادي يخرج وغيدو للجزيره مع دالكا. يتلاقى بابي ودالكا في الجزيره، ويقول ليه كاينه طريقه باش نهربوا من هنا، حيت كاين البحر وكاين المد والجزر، ويسهل علينا الا صايبنا شي حاجه نعوموا بها. دالكا قال لي علاش هاد الناس كاملين ما فكروش في هاد الشيء اللي قلتي دابا، وقال لي راه هادو كاملين غير حمى، ما تنساش هادشي. دبروا في هاد المحافظ، عمروهم بجوزلين وصايبوا العيبه يعوموا بها. لحوه في الماء. بابي قال دالكا نقص، ولكن دالكا ما بغاش. بابي غادي يخليه وغادي ينقص غير بوحدو، وإلا سولتينا على دالكا علاش ما باش ينقص، غادي نقول لك باللي اكبر دمدومه. وهكذا قدر بابي يهرب من هاد الجحيم ديال الحبس. وهكا تكون القصه ديالنا سالات. الى عجبكم هاد الفيلم ما تنساوش البارطاج. البارطاج العنوان ديال الفيلم تلقاوه في قناه ديال اليوتيوب. خلوا لي كومونتير زوين، راه كنقرا كلشي. نتلاقاو في فيلم اخر. السلام عليكم.